ننتقل الآن إلى مخيم برج البراجنة في بيروت وعائلة فلسطينية هناك. يسعد صباحك. ننتقل إلى رانيا شحاد الآن. رانيا صباح الخير. صباح النور. كل عام وأنت بألف خير. وأنت بألف خير حبيبة قلبي. رانيا احكي لنا، أنت موجودة الآن في مخيم برج البراجنة صحيح؟ نعم حبيبتي. تحكي لنا كيف أجواء العيد في المخيم؟ أولا نحن شعب فلسطيني في الشتات نهنئ ونبارك إخواننا الفلسطينيين بحلول عيد الفطر، أعاد الله عليكم علينا بالنصر والعودة إلى أرضنا في فلسطين إن شاء الله. حبيبتي، أما بالنسبة لأجواءنا في العيد، نحن عيدنا ما بيكتمل إلا بالعودة إلى أرض فلسطين. نحن لا نشعر حقيقة بأجواء عيد حقيقية داخل المخيمات، لأننا هنا نعاني معاناة كبيرة في المخيمات الفلسطينية من الحرمان والفقر، لأن العيد خارج أرضنا فلسطين لا يعتبر عيد بالنسبة لنا. بالتأكيد، وإحنا كمان نفس الشيء بنقول، وما بيكتمل عيدنا على الأقل إلا بس نسمع كمان هذا الكلام، ونسمع كمان صوتكم أكيد بيكون موجود، ولكن العيد فعلا بيكتمل بوجودكم معنا على أرض الوطن. أكيد. رانيا تحكي لنا أنت ومين الآن قاعدين، أنت وعائلتك تعيدين على أولادك كمان؟ حبيبة قلبي، نحن قاعدين نحن وعائلتي وقريبيننا هون بالبيت، كلهم بوجه لكم تحية كبيرة لأرض فلسطين ولإخواننا الفلسطينيين، وهني مبسوطين كتير بمشاركتنا اليوم معكم. شكرا لك راني. راني بس آخر سؤال، يعني حابين نعرف أنت من وين من الأساس؟ أصلاً من وين؟ أنا من قضاء عكا، قرية كويكات. كويكات من عكا. طيب إن شاء الله بالقريب العاجل وبالأعياد القادمة يا رب تكوني موجودة أنت وعائلتك وكل الموجودين بالتأكيد في مخيمات خارج فلسطين. نعيد عليكي وعلى عائلتك وعلى كل أهالي أيضاً اللي بيعيشوا بهذا المخيم. شكراً كثير لك رانيا على هذا الاتصال. شكراً كثير لكم حبيبتي. ومبسوطين كثير أن نسمع صوتك. حبيبي. شكرا لك. إلى اللقاء. إذا كانت معنا رانيا شحادة من سكان مخيم برج البراجنة، ولكن هي من قرية كويكات من عكا. هاي القرية طبعا الرائعة، قرية أثرية. أما الآن بننتقل وناخذ اتصال من مصطفى سمرين، هو والد الأسير إسرار سمرين. يسعد صباحك أستاذ مصطفى. صباح الخير وكل عام وانتم سالمين يا أمين. قبل عدة أشهر يعني كنت موجود معنا من داخل الاستوديو، اليوم بسعدنا جدا نعيد عليك. الله يبارك فيكم يا عمي، بكفي نسمع صوتكم، وإن شاء الله العيد الجاي تكون تحرر جميع الأسرى إن شاء الله. ويعني أبارك لكم في هذه الكريمة تصلوا في الأسرى معوا تسمعوا يشوا زي ما قالت الأخت قبل شوي، العيد لا يكتمل إلا بخروج أسرانا من داخل السجون الإسرائيلية. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله أستاذ مصطفى، بدي أسألك يعني إسرار يعني إن شاء الله بيكون بينك قريبا، هو من الأسرى ما قبل أوسلو صحيح، فرح يتم الإفراج عنه قريبا إن شاء الله. نعم، أسرار من القائمة اللي هي عددها 104 من قدام الأسرى قبل اتفاقية أوسلو، أدرج اسمه في القائمة، ولكن يعني عندنا مخاوف دائما من نوايا إسرائيلية، لأن كان المفروض أنهم يخرجوا هدول 104 يعني مع بدء المفاوضات. صح. لكن الآن في كما في الأخبار أنه على أربع يعني الدفعة الأولى اللي هو عددهم 26 أسير سيطلق سراحهم في 13 الشهر. صح. هذا، والدفعة الثانية بعد 4 أشهر، والدفعة الثالثة بعد 6 أشهر، والدفعة الرابعة بعد 8 أشهر، فما نعرف شو بصير يعني في خلال هالمدة هذه، لكن يعني بضل عندنا الأمل كبير إن شاء بخروج هؤلاء الأسرى. إذا سمحت، هذه الخطوة يعني خروج هؤلاء الأسرى اللي عددهم 104 تعتبر يعني خطوة مهمة جدا، لأن هدول يعني خلقوا من جديد، يعني وضع حياة جديدة لهم بتحررهم من قيود الأسر. أكيد، وإن شاء الله كمان يعني برجع لحضنك غانم سالم يا رب، وبكون العيد الجاي زي ما من كل الأمان لكل أهالي الأسرة إن شاء الله بيكونوا بينكم أكيد بالعيد. ولكن أنا متأكدة إنه هذا العيد يعني بوجود أخبار عن إطلاق سراح إسرار، العيد هذا أكيد له طعم مختلف. يعني العيد له نكهة خاصة لأنه أعطانا أمل، أعطانا دفعة في الحياة الجديدة. إن شاء الله يا عمي دائما، وإن شاء الله بس يكون إسرار بتكون أنت كمان أنت وياه معنا من داخل استديوهاتنا. شكرا
كثير شيء. عدت وقتي ان لازم ان شاء الله اجيب اسرار وتعملي اول مقابله معها ان شاء الله. ان شاء الله يا عمي، شكرا كثير لك، تحياتنا لك ولعائلتك. ايضا العم مصطفى عنده بنت اسمها فلسطين، اكيد بنعيد عليها كمان. والله هي المفروض ثاني يوم يعني بكره، لان عندما سمعت الاخبار ان شاء الله بكره حجزت وبدها توصل لارض الوطن ان شاء الله. ان شاء الله يا عمي. سمعت فيه لاخوه اثنين كمان، واحد كان في بوسطن وواحد في كليفلاند، برضه حجزوا اجوا روحوا، مشان ان شاء الله يلتقوا مع اخوهم اسرار. ان شاء الله يا عمي خير وبركه، ان شاء الله بتكون دائما موجوده. وانا اذكر يعني قبل اشهر بس استضفناك عندنا داخل الاستوديو، يعني الان بسمع في سعاده حقيقيه بصوتك، ان شاء الله يا رب دائما نسمعها لكل الاهالي والموجودين. شكرا كثير لك، بتمنى لك يا رب عيد سعيد، وبنعيد على كل العائله. الى اللقاء. وانتم سالمين يا عمي. وانت بالف خير يا رب. الان مباشره ايضا ننتقل الى والده الاسير محمد التاج. يسعد صباحك يا رب. صباح مرا اهلين، اهلا وسهلا حبيبتي. كيف صحتك؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. كيف يعني اول يوم عيد الفطر حطينا محمد انتقل من المستشفى واجى يعيد عندكم؟ اجى والله بس تعبان والله محمد، اجى يعني عشان مشوار الطريق اثر عليه شوي، وهي لحد الان والله تعبان. يعني عيدنا الحمد لله رب العالمين على كل حال. أنا بدي أعيد عليك وأحكي لك يا رب أنه بتصير صحة محمد بألف خير. محمد أطلق سراحه بعد إضراب أيضا خاضه طويل عن الطعام. محمد بوضع صحي أيضا صعب، بحتاج لعملية في الرئة. زرعت رئتين. وإن شاء الله يا رب بالعيد أمنياتك ودعواتك تكون مستجابة يا رب. محمد قريب منك نقدر نحكي معاه؟ والله تعبان بكل تعبان. طيب. اليوم انا بدي اطلب منك تسلمي لنا عليه باسمنا وباسم كل الناس كمان اللي بتحضرنا، نحكي له كل عام وانت بالف خير ان شاء الله يا رب بخير. انه بيكون في حل قريب لزراعه الرئتين والعمليه اللي بده يجراها اكيد. وانت يعني كنت حاضره معنا برضه من قبل اسابيع، ويعني احنا طول الوقت متابعين قضيه محمد، حبينا نعيد عليك اليوم ونحكي لك كل عام وانت بالف خير يا رب. وانت بخير حبيبتي، الله يحييكم ويكثر امثالكم، وانتم يعني زارعين الامل بكيتوا معانا ومع الكل يعني. الله يخليكي يا رب ويطول بعمرك ويخليكي دائما قويه وصابره. شكرا كثير لك، كل عام وانت بالف خير، وسلمي كثير على محمد وعلى كل العائله. الله يسلمك حبيبتي، الله يعطيكم العافيه. اهلا وسهلا فيكم. اهلا اهلا. الان من هذا الاتصال بدنا نطل على بحر حيفا، بدنا ننتقل الى شاديه السعدي. سعدي. يسعد صباحك. يسعد صباحك. الو صباح الخير. صباح الفل، كيف حالك؟ صباح الخير من جبل الكرمل وبحر حيفا. يعني نيالك، يسعد هالصباح يا رب. يسعد صباحكو كل عام. صباح القهوة العربية بصوت فيروز اليوم. اليوم الجميع مستمتع على القهوة وفيروز. صحيح فيروز معنا وبتقول نسم يا هوا بلادي، وحيفا بتعايد على كل الوطن العربي وخاصة الشعب الفلسطيني. كل عام وانت بألف وانت بخير حبيبتي. طب احكي لنا كيف اجواء العيد بحيفا؟ وين عاده بتروحوا؟ على اي مناطق؟ الاجواء العيد هاي السنه بالذات ما في اجواء، لانها اجواء احنا يعني دمنا وافكارنا وروحنا مع شعبنا العربي خصوصا بمصر وسوريا. اكيد صحيح. فعشان هيك انا بالصدفه يعني ما حابه احتفل بالعيد، لكن العيد بدق الباب من غير استئذان. وعنا البحر، عنا الجبل، عنا المعايدات بين الناس، يعني انه نروح احنا نسلم على بعض ونشوف بعض، لكن بتعرف القلب حزين. صحيح. وكعكات العيد هي تفضلي. يعطيكي ألف ألف عافية، وبتفق معك 100%، ولكن يعني هذا الكلام، هذا القوة، هذا القلب أيضا اللي بفرح رغم كل هذا الأمل. هذا إحنا وين ما كنا يعني. هذا إحنا. حكيتي لي في حدا كمان بده يعيد علينا صحيح؟ عندي زارتي. مع مين قاعدة عم تحتفلي؟ دقيقة، زارتي الدكتورة دقيقة جوليا. جوليا هلو. كل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير، وينعاد عليك يا ربي بالصحة والسلامة. تسلمي، شكرا. تحكي لنا قد ايه صار لك عايشة بحيفا؟ اللي بحيفا ساكنة شي 20 سنة. وكيف أجواء العيد بحيفا؟ أجواء العيد ديك فيها نوع من الأخاء وال كيف بدي أقول لك؟ يعني تعاطف وإخاء بيناتنا إحنا هون الأديان كلها في حيفا.
وانت جاي تعيدي اليوم على وجاي عيد على جارتنا. طيب ممتاز، كل عام وانتم بالف الف خير، وبتمنى يا رب يكونوا خير وبركه على الجميع. شكرا لك وكل سنه سالمين. تسلمي، شكرا كثير لك. شكرا. طلعت يا ما احلى نوره شمس الشموس، يلا بنا نملى ونحلب لبن الجاموس. طلعت يا ما احلى نوره شمس الشموس، يلا بنا نملى ونحلب لبن الجاموس. أنتوا بألف خير ومتواصلين معاكم، والآن ننتقل إلى العاصمة إلى القدس. بسعدنا يرافقنا بهذا الاتصال من الأستاذ محمود جد، هو ناشط وهو ابن القدس. يعني يسعد صباحك يا رب. يسعد صباحكم، على سلاميكم. هذا كل عام وأنت بألف خير. أنت بألف خير وكل العالم بألف خير إن شاء الله. تحكي لنا من بداية النهار إيش عملت؟ عملت النهار كالعادة، والله إحنا صباح العيد باستمرار في عنا تقليد ثابت. أول شيء بعد صلاة العيد توجه إلى زيارة القبور، قبور الأهل وقبور الشهداء بشكل عام، وسبب تكون جولة على الأهل والأقارب مع صلاة الرحم والأخلي. ما هذا الكلام فعلا هذا أهم شيء بالتأكيد. هذا التقرير ثابت على أنه من أنا ولدت اليوم نفس الشيء يعني دائما. بتحس بتشعر أنه في خصوصية لأجواء العيد بالتحديد في القدس؟ طبعا في القدس، القدس الأجواء دائما تكون أعتقد مميزة، لانه الناس احيانا بيجوا من مختلف مناطق، واحيانا الناس يمكن اول مره بتدخل القدس. لكن بتضل زي ما بقول انا بشعر انه في الفرحه زي ما تقول منقوصه باستمرار، لان القدس مش زي اي مدينه، والقدس هي بتعرف لها مركزيه خاصه في قلب شعب فلسطين وقلب العالم العربي والاسلامي. والشيء المحزن انه في كثير من اهالينا ما بيقدروش يصلوا في هذا اليوم بالتحديد الى القدس حتى يزور المسجد الاقصى وباقي الاماكن الصحيحه في كنيسه القيامه. صحيح. وبالتالي هذا الشيء يعني بتقول مش ممكن الواحد يشعر بفرحه كامله بالوقت اللي بشوف اهله واصدقائه ما بيقدروش يوصلوا القدس حتى يتواصلوا مع اهاليهم في القدس بشكل عام. صحيح، كلياتنا عندنا ذات الامنيات انه في يوم من الايام نقدر نحقق هذا الامل والطموح والحلم. ايضا بدي اشكرك جزيل الشكر على هذا الانضمام، من عيد عليك وعلى اسرتك ايضا، حبينا تكون معنا في هذا الصباح ونحكي لك كل عام وانت بالف خير. وانت بالف خير ست، كل احترام لكم وشكرا لك. الى اللقاء، مع السلامه. ننتقل الان الى قطاع غزه مع ام ابراهيم. يسعد صباحك يا رب. صباح الورد عليكم، اهلا وسهلا فيكم. كل عام وانت بالف الف خير. ان شاء الله وانت بالف خير وصحه وسلامه. طب احكي لي، عملتي كعكات معمول؟ والله عملت. عملتي؟ طب يعني بدنا تبعتي لنا شوي. يا ريت يا ريت، انتم جنبي صدقيني هبعت لكم على طول. ان شاء الله يا ريت انتم جنبي. تحكي لنا انت ومين عم تحتفلي في العيد؟ مين عندك؟ والله عندنا كان ابني واخذ اولاده هيك وطلعوا على جماعتنا واقاربنا، وانت عارفه حلقات التواصل الاجتماعي بيننا وبين بعضنا، فهو هذا يعني من سبحان الله من مراسم العيد يعني. طبعا ام ابراهيم تحكي لنا انت بالضبط وين بتعيشي، وين بيتكم موجود؟ واحنا بيتنا في نص البلد عند دوار العوده. وكيف الاجواء هلا بقطاع غزة؟ والله كثير رائعه الحمد لله، كثير كثير مبسوطين كثير الحمد لله، الامور كثير كويسه، اولادنا كويسين، والتواصل بيننا وبين الناس كثير منيح الحمد لله، بالرغم من الظروف والحصار وانت بتعرف ايش الشغلات السياسيه اللي برا ايش بتاثر، فالحمد لله. بس احنا هنا كشكل اجتماعي كثير متواصلين مع بعض. طب ان شاء الله يا رب دائما، وهذا اهم شيء، وبتمنى انه دائما يكون عندنا امنيات في انه احنا كمان نقدر نتواصل مع بعض، نزوركم وتزورونا ان شاء الله. ان شاء الله يا رب احنا نضل على اتصال فيكم ان شاء الله، الحدود كلها يا رب ان شاء الله ان شاء الله. ومهم كمان تضل حدود، يعني احنا نكون قادرين على كسر الحدود حتى لو جغرافيا في حدود تفرض علينا. اشكرك جزيل الشكر، تحياتنا وتعيدنا ايضا لكل العائله الموجوده. شكرا كثير لك وبتمنى لك كل سعيد. شكرا لك وشكرا لاتصالك، شكرا لتواصلكم معنا، شكرا كثير لكم. كل عام وانت بالف خير. شكرا.
كانت هذه جولة سريعة من مجموعة من الضيوف أيضا اللي شاركونا بالله يصبحكم بالخير، وأيضا من مناطق فلسطينية مختلفة، ويا رب يعني كل هات الضيوف اللي حكينا معهم من مناطق مختلفة، من حيفا، من مخيمات في لبنان، من غزة ومن القدس، وأيضا لعائلات أسرى وشهداء أكيد بنصبح عليهم، كلنا بنشترك بنفس الحلم، يا رب يكون العيد القادم علينا أفضل وأحسن على كل عائلاتنا وأوضاعنا.